إلى زيارة ميدانية قادته تحديدا إلى ولاية بسكرة، حيث دشن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بالجود، دشن عددا من الهياكل والمنشآت، وذلك رفقة المديرين العامين للأمن الوطني والحماية المدنية. وبالمناسبة أكد وزير الداخلية أن الحركة الشعبي مبارك كما وصفه رئيس الجمهورية وحالة صحية، وقد التزم السيد الرئيس بتلبية كافة مطالب الحركة الشرعية، محذرا من اختراقه من قبل بعض العناصر التي تعمل من أجل هدم الجزائر. بعد انتخاب السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، التزم كل الالتزام بالتطبيق الفعلي لما جاء به الحراك، أي التزم أن كل مطالب الحراك إن شاء الله سوف تلبى، فعن قريب إن شاء الله سوف يتم مراجعة الدستور. لاحظنا أن الأمن والأمان والاستقرار رجع إلى البلاد، غير أن أغتنم هذه الفرصة لأقول أن مؤخرا ما زال بعض العناصر يعملون على أو يريدون أو يعملون ويريدون أن يحطمون ما وصل إليه الحراك، حيث يخرجون بيوم الثلاثاء ويخرجون يوم الجمعة، واليوم يتكلمون على أيام أخرى. لماذا هذا كل؟ دخلنا في جمهورية جديدة، مطالب الحراك التزم به السيد رئيس الجمهورية باش ينفذوا، إذن هاد الناس لهم نوايا، والنوايا واضحة، هي تهديم البلاد، هي الرجوع إلى ربما السنوات الماضية، إدخال البلاد، ربما يريدون أن يدخلون بكل طرق البلاد في مشاكل. إذن من هنا أنادي كل المواطنين على اليقظة واليقظة، ويلتفوا حول رئيسهم الذي التزم، وذكروا مرة أخرى، التزم بلبي طلبات كل مطالب الحراك. هذه العناصر طبعا معروفة، وهي مدعمة ببعض الدول الأجنبية كإسرائيل، فيه دولة أوروبية أخرى كذلك، فيه دولة عربية كذلك. إذن على الشعب الجزائري أن يكون يقظ. الشرطة سلك الشرطة يتابع في الأمور بكل احترافية، ومؤخرا لاحظتم البلبلة مؤخرا في الأيام أن هذه العناصر الذين يتهمون مختلف الأسلاك بكذا وكذا وكذا، هم يريدون افتعال بعض الأمور لإدخال البلاد في مشاكل. إذن يقظة الجميع واجب واجب واجب.